السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم سوف نقدم لكم مسمن كيجي مقرمش ورائع ولذيذ بحشوة جد لذيذة وبسيطة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. وقبل ما تشاهدوا الفيديو، ما تنساوش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخلطوا في القناة ديالي يصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة لمقادير الحشوة، كنحتاجو علبة ديال الطونة، ثلاثة حبات تاع بطاطا، جوج حبات تاع البصل، نصف حبة أحمر فلفل، نصف حبة أصفر ديال الفلفل، جوج معالق كبار تاع المعدنوس، معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال الكمون، الملح حسب الذوق، فرماج قليل من الفرماج بعد ما بشرنا على هذا الشكل، الزيتون أربعة المعالق كبار ديال الزيتون مقطع على هذا الشكل. بالنسبة لمقادير العجين، كنحتاجو 300 غرام ديال دقيق الفرص، ما يعادل تقريبا 3 الكؤوس تاع الشاي أو 3 الكؤوس تاع العنبة، 100 غرام ديال دقيق القمح أي السميد الرقيق الناعم ما يعادل تقريبا كاس ديال العلبة ما عمرش بزاف، معلقة كبيرة ديال الزيت نباتي، معلقة صغيرة الخميرة تاع الحلوة كيماوية، معلقة صغيرة ديال السنيدة أي السكر، معلقة صغيرة ديال الملح. بسم الله على بركة الله، كنصبو قليل من الزيت البصل بعد ما قطعناه قطع صغيرة بهذا الشكل، قليل من الملح، كنتركو هذا البصل ديالنا تتقلى مزيان. بعد ما تقلات البصل كنضيفو الفلفل الاصفر بعد ما قطعنا قطع صغيره، الفلفل الاحمر بعد ما قطعنا قطع صغيره، اللي ما عندها الفلفل الاصفر الاحمر يمكن يدير الفلفل الاخضر، لان هذا المنظر ديال الفلفل الاصفر الاحمر كيجي منظر رائع. كنطلقوهم حتى يتقلى، بعد ما تقلات الفلفل بهذا الشكل كنضيفو الزيتون وكنطلقو الكل حتى يتقلى مزيان. بعد ما تقلى الكل كنطلقو وكنقطعو بطاطا قطع صغيرة وكنطلقوها كنسلقوها في الماء الملح، عاد بعد نضيفوها لهاد الخليط ديالي. بسم الله على بركة الله، كناخدو هاد الطون وكنجعلوه قطع صغيرة، كنفرتوه على هاد الشكل باش نضيفو لهاد الحشوة. أنا مكنقليش هاد الطون لأن باش يبقى البنة ديالو، البنة ديالو كيجي هائل ورائع. كنضيفو الكمون، معدنوس، الإبزار، الحشوة راه كتجي جديدة بزاف، ما تترددوش يجربوها، مختلفة الشكل، المنظر ديالها كي كتشوفو هو رائع. كنقلطو هاد البطاطا، قلطناها وقطعناها قطع صغيرة وسلقناها في الماء والملحة وكنضيفوها للخليط. كنبداو نمزجو الكل، كنمزجو مزيان حتى يمتزج لينا الخليط. بسم الله نبداو على بركة الله، كنصبو الدقيق الفرص، الدقيق القمح، الملح، السكر، ملعقة ديال الزيت، الخميرة،
كندجو هاد الخليط ديالنا كله، كنخلطوا العجين غير بالماء عادي، كنبقاو نصبوا حتى تنجمعوا العجين. هاد العجين تيكون ما ثقيل ما خفيف. بعد ما جمعنا العجين كنحاولوا ندلكوه مزيان تقريبا 4 دقائق حتى 5 دقائق حتى تيصبح لين تيصبح رطب. كنبقاو كندلكوا فيه. بعد ما دلكنا العجين حتى اصبحت رطبه، الان غادي نجمعوها على هذا الشكل. الشكل كندهنوها قليل من الزيت وتنطلقوها ترتاح تقريبا 4 دقائق، عاد نعملوها كويرات. كنغطيو عليها بسم الله. بعد ما ارتحنا العجين كناخدو هذا العجين وكنحاولو نقسمو كويرات. تقريبا كويرات متساوية. بعد ما قطعناهم قطع متساوية الان حاولوا نعملهم كويرات على هذا الشكل، وكنتركوهم يرتاحوا هاهما. كنوضعوهم في هذا الطاوة بعد ما دهنا بالزيت، وكندهنو الوجه ديالهم بالزيت، وكنبقاو مستمر على هذا الشكل تتنهيو جميع الكويرات ديالنا. بعد ما شكلنا الكويرات على هذا الشكل كنغطيو عليهم وتنطلقوهم يرتاحوا تقريبا 3 دقائق حتى 4 دقائق. كنغطيو عليهم باش ما تكونش هذيك القشره اليابسه من الفوق. بسم الله. كناخذوا الكويره الاولى اللي كونا على هذا الشكل، ها هي، كنحاولوا نديروا قليل من الزيت، كنسرحوها مزيان حتى تولي لنا جد شفافه. لا باش ما سرحنا العجين كيجينا مغرق مزيان وكيجينا مقرمش. بعد ما غرقنا هاد الكويره صبحت على هاد الشكل، انتما كي كتلاحظوا بانها شفافه. كنوضعوا الحشوه، ها هي الحشوه، كنتركوا واحد مساحه بين هاد الحشوه من الفوق. كنوضعوا القليل من الفرماج على هذا الشكل، كنغطوها على هذا الشكل. كنبقاو كنسرحوها مزيان، كنبيوها على شكل تقريبا، حاولوا قدوها. صبح العجين ديالنا ها هي. الان كنوضعوها في الطاوة. بعد ما سالينا جميع المسمنات ديالنا كنحاولوا نجمعوهم على هذا الشكل، نسولهم هكذا، نقدوهم كناخدو هاد الزبدة مدابة وكندهنو به جميع المسمنات. بعد ما دهنا المسمن ديالنا كلو كناخدو واحد الصفة البيضاء من هاد الشكل، كنطربوه مزيان وكناخدو تنسبقو اللولة اللي دهناها بالزبدة.
الطبقه وكندهنوا على هذا الشكل. دائما كنتبعوا الطريقه الاولى اللي درنا مسمنا دهنا بالزبده، كناخذوا هذا القليل من الججلان كنعملو كتزيين. هذا اختياري اللي بغى يدير الفرماج الاحمر يديرو حسب الذوق اي واحد. وكنبقاو مستمرين على هذا الشكل تتنهيو جميع هاد المسمنات. الان غادي ندخلهم الفرن، الفرن يكون ساخن ونقصوا عليه العافيه ونراقبوهم باش ما يتحرقوش. الشكل النهائي ديال المسمن بعد ما خرجنا من الفرن كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع ولذيذ بحشوه جد لذيذه وسهله التحضير. الان غادي نحاولوا نوريكم واحده كيفاش كيجي. ها هو هذا الشكل، كيجي بهذا الشكل حشوه جد لذيذه. كنتمنى يعجبكم، الى عجبكم ديروا جيم ونخرطوا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.